الدفاع ديال الدكتور رضا بن عثمان، طالب بتمتيع المتهم رضا بن عثمان بصلاح المؤقت على اعتبار انه طبعا كيتوفر على جميع الضمانات للحضور، ثم حاول ما امكن يتعرض للطبيعه ديال المحاكمه ديالو كمحاكمه ديال معتقل راي، وانه في الملف ديالو كتنتفي حاله التلبس، وبالتالي وكذلك هو متوفر على جميع الضمانات اللي كتمكن باش انه يحضر. لهذا كيطالب في اطار المساطر المنصوص عليها قانونا بتمتيعه بالصراحة المؤقت، ولا يعقل انه لا زال في البلاد الان كيتبعوا الناس بالتعبير على ارائهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي او غيرها من الاماكن العامه. الحاله ديال حقوق الانسان في المغرب عناوينها بارزه، هي العنوان الرئيسي ديالها هو الاعتقال السياسي ومصادره الحقوق والحريات عموما. وحنا كنلاحظوا بشكل واضح الملف ديال وصولات الاذاعه، ديال استعمال الاعات العموميه، ديال مصادره حريه الصحافه والاعلام. اذا هذه مؤشرات بلا ما نهضروا كذلك على وقائع الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه ديال الشعب المغربي، واساسا ما نشهدوا حاليا من غلاء ديال الاسعار اللي كيكتوي بها عموم ابناء الشعب المغربي. احنا كمدافعين ومدافعات عن حقوق الانسان الامل لا يفارقنا، دائما عندنا الامل، لا نيأس من النضال والدفاع عن حقوق الانسان من اجل الحمايه ديالها ومن اجل النهوض بها.